فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد مشعل سليمان والسيدة الأولى، بطة أبينا البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس الكولي الطوبة، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، دولة الرئيس السيد سعد الدين الحريري، دولة الرئيس الأستاذ نجيب ميقاتي، أصحاب الغبطة البطاركة وسيادة رئيس وسيادة المطران غلام أبو جودي مدبر الكنيسة البطريركية، سعادة السفير البابوي في لبنان المطران جابرييل كاتشا، وسيادة السفير البابوي في سوريا المطران ماريو زيناري، حضرة ممثل نيافة الكاردينال ساندري، حضرة ممثلي رؤساء الدول، الجمهورية العربية السورية، إمارة قطر، جمهورية قبرص، المملكة الهاشمية الأردنية، دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة وأصحاب السماحة ممثلي رؤساء الطوائف الإسلامية، أصحاب الدولة والسيادة والمعالي والسعادة، حضرة الرؤساء العامين والرئيسات العامات، حضرة رؤساء الأجهزة الأمنية، حضرة الآباء والرهبان والراهبات، جمهور المؤمنين الآتي من بلدان الانتشار، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، الروح القدس يحل عليك يا مريم، وقدرة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. في بشارة الملاك لمريم تجلت الشركة والمحبة التي اتخذتها شعارا لخدمة البطريركية، فالله الواحد بفيض من حبه دخل في شركة مع البشر. الآب أرسل الملاك جبرائيل إلى مريم ابنة الناصرة ليعلن للبشرية جمعاء تصميمه الخلاصي، والابن يسوع المسيح تجسد من مريم العذراء لخلاصنا وفدائنا بحلول الروح القدس، وهو ثمرة الحب الإلهي وقدرته الفائقة الطبيعة، والبشرية بدورها دخلت بشخص مريم الأم البتول في شركة مع الله الواحد والثالوث. ساعة أعطت جواب نعم المفعم بالإيمان والرجاء والمحبة، وقالت: ها أنا خادمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. يا للتبادل العجيب بين الله والإنسان، تبادل الشركة والمحبة الذي يتواصل في التاريخ بحلول الروح القدس وفعله. إن حدث البشارة الذي نقله لوقا الإنجيلي رواه من بعده القرآن الكريم في سورة آل عمران، قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة، يكلم الناس في المهدي وكهلة، ويعلمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. واستكمل الرواية في سورة مريم مضيفا على لسان المولود من مريم أنه عبد الله ونبيه وآيته ورحمته، ورابطا بين تجسده وموته وقيامته بقوله: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حدث البشارة هذا المشترك بين المسيحية والإسلام، والذي تحتفل الكنيسة بعيده في 25 من آذار، جعلته الدولة اللبنانية بالمرسوم رقم 2369 تاريخ 27/2/2010 عيدا وطنيا، وكأن بها تعني بالدولة اللبنانية تعني بهذه المبادرة أن لبنان وطن الشركة والمحبة. أجل، إنه كذلك بميثاقه الوطني، ميثاق العيش المشترك المحصن بالدستور، حيث نقرأ: لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك. وهذا الميثاق القائم على الاعتراف المتبادل بعضنا ببعض، وعلى وحدة المصير والتكامل في تكوين النسيج الوطني الواحد،
ولبنان هو كذلك وطن الشركة والمحبة بصيغته المرتكزة على المشاركة في الحكم والإدارة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وفي صيغة وهي صيغة يؤمل منها تأمين استقرار الكيان وتحقيق الديمقراطية وازدهار الاقتصاد على أن تظل في تطور دائم حسب مقتضيات الحداثة والتجربة التاريخية. شركة ومحبة قادت حياتي مذ ولدت في حملاية. قضاء المتن في 25 شباط 1940، وقبلت سر المعمودية في كنيسة سيرة البشارة في قرية شوية المتن في 25 أذار، ورافقتني راهبا في الرهبانية المارونية المريمية التي دخلتها في شهر أيلول 1952 وأبرزت فيها نذوري المؤبدة في تموز 62، ورافقتني كاهنا في الرهبانية بوضع يد المثلث الرحمة المطران ميخائيل دومت مطران صربة في 3 أيلول 67، ثم أسقفا نائبا بطريركيا عاما في بكركي في 12 تموز 86، ومن بعدها مطران على الأبرشية جبيل العزيزة في 8 تموز 90. هذه الشركة بالمحبة أعرفت عنها والتمستها من قداسة البابا بنديكتوس 16 فور انتخاب بطريركا على أنطاكيا وسائر المشرق في 15 آذار الجاري، فمنحني إياها قداسته بعطفه ومحبته كراع أسمى للكنيسة الجامعة، وقد أعلنها علينا سيادة السفير البابوي المطران جابرييل كاتشا الذي أعرب له عن شكري العميق لما أظهر من عناية واهتمام ولحضوره معنا اليوم ممثلا قداسة الحبر الأعظم. صاحب الغبطة والنيافة يا أبانا السيد البطريرك الوقور والمحبوب الكاردينال مار نصرالله بطرس، منذ 25 سنة وضعت يديك المباركتين علي ورسمتني أسقفا بنعمة الله واختيار مجمع كساقفتنا المقدس، واليوم بوضع يديك المقدستين ومشاركة إخواني السادة المطارنة تجلسني على عرش بطريركية أنطاكية خليفة لك أبا ورأسا لكنيستنا المارونية، أيضا وأيضا بنعمة الله واختيار مجمعنا المقدس وصلوات أبناء الكنيسة وبناتها إكليروسا وعلمانيين، إنني إذ أعرب لغبطتكم ولإخواني السادة المطارنة عن شكري الكبير لثقتهم ولبركتهم أعدكم بأني أواصل عيشي في الشركة والمحبة فيما أتسلم اليوم التولية القانونية من يدكم ومن يد أخي ونائب البطريركي العام مدبر كنيستنا البطريركية سيادة المطران رولان أبو جودي المحبوب والسامي الاحترام. شاكرا لك سيدنا رولان، شاكرا لك كل ما بذلت من جهود مخلصة ومحبة في مهمتك هذه. هذه الشركة بالمحبة أعربت عنها لإخواني أصحاب الغبطة بطارقة كنائسنا الشرقية في الرسالة التي وجهها إليهم باسم مجمعنا المقدس سيادة مدبر كنيستنا البطريركية، وها أنتم يا أصحاب الغبطة تبادلونني إياها مع أساقفة كنائسكم الأجلاء بحضوركم المبارك معنا في هذا الاحتفال المهيب ومشاركتكم الكريمة، فالشكر كل الشكر لكم من صميم القلب. في هذا اليوم المبارك
الذي أراده الله لكي نفرح ونسر فيه يطيب لي أن أعرض عن محبتي وشكري لكم يا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان المحترم. فخامة الرئيس، الله دعانا معا وعلى التوالي، أنت أولا وأنا من بعدك، بفائق من حكمته وعنايته دعانا من بلاد جبير، من عمشير، ونحن فيها جيران، يفصل بين بيتكم الوالدي ودار المطرمية ضريق ضيق صغير. أنتم دعيتم لرئاسة بلادنا وأنا لرئاسة كنيستنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يقود خطاكم وخطاي بالشركة والمحبة في خدمة الوطن والكنيسة. فشكرا لحضوركم فخامة الرئيس مع السيدة عقيلتكم اللبنانية الأولى سيدة وفاء. بالشركة والمحبة أتعاون معكم يا دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ومعكم يا دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، ويا دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف سيد نجيب ميقاتي، ومع أصحاب المعالي والوزراء والسادة النواب وسائر أركان الدولة اللبنانية وسفراء الدول، شاكرا لكم جميعا حضوركم وصلاتكم ومحبتكم. أعاننا الله بشفاعة العذراء مريم الكلية القداسة سيدة البشارة على استكمال نسيجنا الوطني بالشركة والمحبة، فيظل لبنان يزهر في هذا الشرق بنموذجيته ورسالته كما حياه المكرم البابا يوحنا بولس الثاني الكبير الذي سيرفعه قداسة البابا بنديكتوس طوباويا على مذابح الكنيسة لأحد أول أيار المقبل في عيد الرحمة الإلهية والسيدة لبنان. شركة ومحبة، الشركة في بعدها العمودي هي اتحاد بالله، وفي بعدها الأفقي هي وحدة جميع الناس. أما المحبة فتثبت رباطها كما يثبت الطين حجارة البناء. من أجل هذه الشركة والمحبة نعمل داخل كنيستنا المارونية أبرشيات ورهبانيات، كليروسا وعلمانيين، أخويات ومنظمات رسولية ومؤسسات، من أجلها نتعاون على المستوى الكاثوليكي في مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك ولجانه وفي مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، ومن أجلها كذلك نعمل على المستوى المسكوني متعاونين بكل محبة ومسؤولية مع أصحاب الغبطة والقداسة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية وأساقفتها، ومع رؤساء الكنائس الإنجيلية ولا سيما من خلال مجلس كنائس الشرق الأوسط. إننا سنعيش معا هذه الشركة بالمحبة في لبنان الذي مجده في رسالته. لقد أطلق على البطريرك الماروني تاريخيا شعار مجد لبنان أعطي له مأخوذا من نبوءة أشعيا، لكنه هذا المجد يعطى له ولكنيسته بقدر ما يلتزمان ببناء الشركة والشهادة للمحبة. مجد لبنان ينتقص بالانغلاق على الذات والتقوقع، لكنه ينمو ويعلو بالانفتاح على الآخر، على هذا الشرق وعلى العالم. بل يعطى المجد للبنان ولشعبه إذا كنا كلنا للوطن كما ننشد. فالوطن ليس لطائفة أو حزب أو فئة، ولن يحتكره أحد، لأن في احتكاره
لأن في احتكار فئة له احتقارا لنا جميعا. وفقدانا لهذا المجد الذي عظمته في تنوع عائلاته الروحية وغناها، ولا أقول في تنوع طوائفه لأنها صبغت ويا للأسف بألوان سياسية وحزبية ضيقة انتزعت من هذه الطوائف قدسيتها وأصالة إيمانها وروحانية دينها. ولنقلها مع ابن الأرز جبران خليل جبران: الويل لأمة كثرت فيها الطوائف وقل فيها الدين. من أجل الشركة والمحبة نعمل معا في بلدان الشرق الأوسط ومعكم حضرة ممثلي رؤساء الدول الشقيقة، فنحافظ على علاقاتنا التضامنية مع العالم العربي ونوطدها، ونقيم حوارا صادقا وعميقا مع إخواننا المسلمين، ونبني معا مستقبل عيش مشترك وتعاون. ذلك أن مصيرا واحدا يربط بين المسيحيين والمسلمين في لبنان وسائر بلدان المنطقة، وثقافة خاصة بنا جميعا بنتها الحضارات المتنوعة التي تعاقبت على أراضينا، وتراثا مشتركا أسهمنا كلنا بتكوينه ونعمل على تطويره الثقافي. إننا نواكب بقلق كبير ما يجري في هذا وذاك من بلداننا العربية، نأسف لوقوع قتلى وجرحى، ونصلي من أجل الاستقرار والسلام فيها. في سبيل الشركة والمحبة نعمل ونتعاون في عوالم الانتشار، حيث أبناء كنائسنا ينتشرون في القارات الخمس. إننا نحييهم حيثما هم، ونستحضرهم معنا في هذا الاحتفال المقدس، ونحفظهم ذخيرة في قلوبنا وخواطرنا، ونحملهم موضوع صلاتنا الدائم. وقد حمل مطارنتهم وكهنتهم إلى مجمعنا المقدس انتظاراتهم وحاجاتهم، فسنعمل معا جاهدين على تلبيتها. تسألونني أيها الأحباء عن برنامج خدمتي، وقد عبرتم عن انتظاراتكم وهواجسكم والتحديات في مقالات صحفية وندوات إعلامية ورسائل ودية ودراسات علمية وأحاديث اجتماعية وأكاديمية، وقرأتها في عيونكم وعلى وجوهكم قبل انتخاب بطريركا، ومن بعده في توافدكم وفودا غفيرة ملأت هذا الصرح. قرأتها في احتفالات البهجة في بلداتكم ومدنكم وفي اليافطات التي رفعتموها. برنامجي امتداد لتاريخ أسلافي وعلى مدى 1600 سنة، امتداد لثوابتهم الإيمانية والوطنية. من الحدث المؤسس القديس مارون وتلاميذه، ومن البطريرك الماروني الأول القديس يوحنا مارون الذي ثبت الكنيسة المارونية على العقيدة الكاثوليكية وجعلها أمة مستقلة بحكمها الذاتي في جبل لبنان. من البطريرك إرميا العمشيتي البار الذي أعلن إيمان كنيستنا المارونية في المجمع المسكوني اللاتراني الرابع سنة 1213. من البطريرك الشهيد جبرائيل حجولة الذي سلم نفسه لوالي طرابلس المملوكي فدية عن الأساقفة والرهبان
والأعيان المعتقلين، وأحرق بالنار في ساحة طرابلس سنة 1367. من بطاركة آل الرزي الذين انفتحوا على الحداثة الأوروبية، وفي عهدهم تأسست المدرسة المارونية في روما سنة 1584، التي أعطت كوكبة من العلماء الذين مدوا الجسور الثقافية بين الشرق والغرب، وكانوا في أساس النهضة العربية. من البطياركين يوحنا مخلوف وجريس عميرة اللذين أرسيا العلاقات بين أمراء الجبل والبابوات وملوك إيطاليا وأوروبا في القرن 17. من البطيارك المكرم استيفان الدويهي أبي التاريخ اللبناني وصاحب الإصلاح الكنسي، الذي في عهده وببركته تأسست الرهبانيات المارونية الثلاث. ومن البطيارك يوسف درغام الخازن بطيارك المجمع اللبناني الشهير الذي انعقد سنة 1736 في دار سيرة الويسي ذو مصبح. من البطيارك يوسف حبيش الذي وطد وحدة اللبنانيين مسيحيين ودروزا ومسلمين بعقد عامية أنطلياس 1840. من البطيارك الياس الحويك أبي الاستقلال وأبي لبنان الكبير الذي ترأس الوفد اللبناني الرسمي إلى مؤتمر الصلح في فرساي باريس 1919. من البطيارك أنطون عريضة الذي رهن صليبه وخاتمه مطرانا لإطعام جياع الحرب العالمية الأولى، والذي عمل على استكمال استقلال لبنان بجلاء الجيوش الأجنبية 1943. من البطيارك الكاردينال بولس بطرس المعوشي الذي انفتح بحكمة على العالمين العربي والغربي وهدأ ثورة 1958. من البطيارك الكاردينال أنطونوس بطرس خريش الذي كربان حكيم قاد سفينة الكنيسة والوطن وسط أمواج الحرب اللبنانية الهائجة، ورفض بعناد مشروع تقسيم لبنان والتحالفات مع الخارج. من أبينا البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس الذي ناضل من أجل تحرير القرار الوطني والأرض اللبنانية من كل أشكال الوصاية والاحتلال، والذي أجرى المصالحة في الجبل، والذي حقق الإصلاحات الكنسية اللازمة والكبيرة، والذي في عهده جرت أحداث كنسية كبيرة تاريخية، إعلان طوباويين وقديسين في كنيستنا هم نعم طلة ورفقة وأبونا يعقوب والأخ استيفان. في عهده كان صدور مجموعة قوانين الكنائس الشرقية سنة 90، وانعقاد جمعية سينودس الأساقف من أجل لبنان سنة 95، الذي أعطانا الإرشاد الرسولي رجاء جديد لبنان 97. وكان انعقاد المجمع البطياركي الماروني 2003 إلى 2006، وأخيرا جمعية سينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط 2010. هذه كلها تشكل امتدادا لربيع الكنيسة الذي بزغ مع المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 62 إلى 65. برنامجي استكمال التنفيذ والتطبيق لمقررات وتوصيات هذه المجامع على صعيد الهيكليات في الكرسي البطريركي وعلى المستوى الكنسي والتربوي والاجتماعي والوطني في لبنان والشرق الأوسط وبلدان الانتشار. هذا لن يكون إلا بمؤازرتكم جميعا
وبأسلوب حديث وآلية فاعلة تتفق والتقنيات الحديثة. في كل ذلك قبلة أنظارنا شبابنا وصبايانا، والمليون والمليون وثلاثمية ألف طالب وطالبة في المدارس والجامعات. أيها الشباب، أنتم مستقبلنا، أنتم أمل الكنيسة والوطن. همنا العائلة التي هي الخلية الأساسية لمجتمعنا، والمدرسة الطبيعية الأولى لقيمنا، والكنيسة البيتية المربية على الإيمان والصلاة. قوتنا أساقفتنا وكهنتنا، رهباننا وراهباتنا، المؤمنون والمؤمنات. أجل أنتم قوتنا، وقوانا الواعدة هي الدعوات الكهنوتية والرهبانية التي من أجلها نبذل كل غال ونفيس. تواصلنا في الداخل وفي الخارج والانتشار وسائل الإعلام وتقنياتها التي نحييها وندعو لها بدوام الازدهار، ونشكر لها حضورها معنا اليوم وكل يوم، ونشكر لها تعاونها الدائم معنا. ضمانتنا المسيح رجاؤنا، والروح القدس مجددنا، ومحبة الله الآب تظللنا. إنني أبدأ خدمتي الروحية والرعوية المتنوعة الأبعاد والمساحات بمؤازرتكم، وبكلمة أمنا وسيدتنا مريم العذراء: ها أنا ذا، مدركا أنني مدعو لحمل صليب الفداء بكل ثقله وراء فادينا الإلهي. أستنشد بنعمة الفادي الإلهي يقول لي: تكفيك نعمتي كما لبولس. وألتمس شفاعة القديسة رفقة ابنة حملايا والرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة. رفقة رسولة الألم، وأتكل على استحقاقات دماء شهداء لبنان وشفاعة قديسيه، وعلى صلاة المرضى والمعوقين والمسنين وسائر المتألمين بالجسد والنفس والروح الذين يضمون آلامهم إلى آلام المسيح الخلاصية. أيها المتألمون، حيثما أنتم، أنتم في عمق قلبي وعقلي وصلاتي، أنتم وعائلاتكم وكل من يعتني بكم في البيوت، في المستشفيات، في المراكز، في المؤسسات. وإنني في بداية خدمتي هذه أكل كنيستنا والوطن الحبيب إلى عناية أمنا مريم العذراء، سيدة البشارة وسيدة لبنان، مكرسينهما لقلبها الطاهر بانتظار تكريس بلدان الشرق الأوسط لأمومتها بفعل واحد، عملا بتوصية جمعية سينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط. فيا مريم أمنا، ابسطي يديك المقدستين وباركي وطننا لبنان وهذا الشرق، واشفعي بنا لنحيا على مثالك في الشركة والمحبة، ونخدم الإنسانية الجديدة المفتدات بدم المسيح ابنك، وامنحينا أن نلتقي كلنا بواسطتك في أخوة شاملة كما في هذا اليوم الذي نحيي فيه عيد بشارتك وعيدنا الوطني. فنرفع التمجيد والشكران معك للآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين.